السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في هذا الفيديو. في هذا الفيديو سنتطرق لنص وظيفي جديد من النصوص الوظيفية المندرجة ضمن الوحدة الخامسة من كتاب في رحاب اللغة العربية، الوحدة الخامسة بعنوان عالم الحيوان. وعنوان النص الوظيفي حشرة عجيبة، حشرة عجيبة. إذا نلاحظ بداية المشاهد والصور. في الصورة الأولى نلاحظ طفلة وطفلا يشاهدان نملة تحمل على ظهرها، ماذا تحمل على ظهرها؟ حبة قمح. وكما يظهر من خلال وجه الطفلين فهما متعجبان لهذا المشهد. إذا الصورة الأولى، في الصورة الأولى نلاحظ طفلة وطفلا يشاهدان نملة تحمل على ظهرها حبة قمح، وكما يظهر أنهما متعجبان لهذا المشهد. بالنسبة للصورة الثانية، الصورة الثانية كما نلاحظ نملتان، النملة الأولى تحمل حبة قمح على ظهرها، والنملة الثانية منشغلة بجمع قوتها. إذا النملة الأولى تحمل حبة قمح على ظهرها، والنملة الثانية منشغلة في جمع قوتها. إذا في الصورة الثانية نلاحظ نملتان، النملة الأولى تحمل حبة قمح على ظهرها، والثانية منشغلة بجمع قوتها. إذا هذه الملاحظة الأولى للمشهدين المرافقين للنص حشرة عجيبة. نقرأ النص بداية. حشرة عجيبة، جلست سعاد ويحيى تحت شجرة فانتبه إلى ثقب صغير في الأرض يخرج منه النمل ويدخل في حركة دائبة. فقالت سعاد: في كل مرة أشاهد النملة أزداد انبهارا بهذا المخلوق العجيب. رد يحيى: نعم يا سعاد، انظري كيف تحمل النملات حبات القمح. قالت سعاد: نعم، وانظر كيف يتواصل هذا النمل باللمس وكأنه يتبادل التحية. صدقتي، يا لها من حشرة عجيبة، منها نتعلم الجد والصبر والإخلاص في العمل. ننتقل للإجابة على الأسئلة المرافقة لهذا النص. أكمل الصفة المضافة لكلمة النملة. الصفة المضافة لكلمة النملة لدي صفة مجدة. نذهب للفقرة الأخيرة من هذا النص. منها نتعلم الجدة، إذا النملة مجدة صبورة مخلصة في العمل. إذن النملة، النملة مجدة وصبورة ومخلصة في العمل. إذن لدي كلمة مجدة، إذن مخلصة مخلصة وصبورة، هذه هي صفات النملة. أفهم؟ ما الشيء الذي أثار انتباه سعاد ويحيى؟ ننتقل للنص. انتبه إلى ثقب صغير في الأرض يخرج منه النمل ويدخل في حركة دائبة. إذا الشيء الذي أثار انتباه سعاد ويحيى هو ذلك الثقب الموجود في الأرض الذي يخرج منه النمل ويدخل في حركة دائبة. إذا جواب هذا السؤال
الشيء الذي أثار انتباه سعاد ويحيى هو الثقب الصغير الذي يخرج منه النمل ويدخل في حركة دائبة. السؤال الثاني، بما يتواصل النمل؟ بما يتواصل النمل؟ أيضا نعود إلى النص. الفقرة الثانية، لاحظوا معي هنا، قالت سعاد وانظر كيف يتواصل هذا النمل باللمس. إذا كيف يتواصل النمل؟ يتواصل باللمس. إذا يتواصل النمل باللمس، يتواصل النمل باللمس. السؤال رقم ثلاثة، ماذا نتعلم من النمل؟ إذا الفقرة الأخيرة، صدقتي يا لها من حشرة عجيبة، منها نتعلم الجد والصبر والإخلاص في العمل. إذا نتعلم من النمل الجد والصبر والإخلاص في العمل، نتعلم من النمل الجد والصبر والإخلاص في العمل. عفوا، أسئلة أفكر. كيف يجمع النمل قوته؟ إذن كما لاحظنا في الصور من خلال النص، فإن النمل يجمع قوته بحمله على ظهره، يجمع النمل قوته بحمله على ظهره، وهذا جواب هذا السؤال، يجمع النمل قوته بحمله على ظهره. سؤال رقم اثنان، أذكر حشرة تشبه النملة في جدها. إذا الحشرة التي تشبه النملة في جدها هي النحلة، فكما تعرفون فالنملة أيضا مجدة نشيطة، تقوم بجمع الرحيق الأزهار وتصنع به عسلا، تصنع به عسلا مفيدا وفيه شفاء. إذا النحلة هي الحشرة التي تشبه النملة في جدها، إذا الحشرة التي تشبه النملة في جدها هي النحلة. وكما ذكرت فإن النحلة أيضا مجدة ونشيطة ومخلصة في عملها، حيث تقوم بجمع رحيق الأزهار حتى تستطيع أن تصنع منه عسلا مفيدا وفيه شفاء للناس. أنجز أملأ الفراغ بالكلمات الآتية، لا أغش لا أتهاون. إذا أتعلم من النملة أن و في عملي، إذا أتعلم من النملة أن لا أغش، لا أغش ولا أتهاون في عملي، ولا أتهاون، ولا أتهاون في عملي. أقرأ وأجيب بأفعل أو لا أفعل. أتعاون في إنجاز واجباتي، أفعل أو لا أفعل. مثلا إذا أعطاني الأستاذ أو المعلم واجبا لا أقوم بإنجازه، هل أقوم بعمله وإنجازه أو أتهاون في ذلك؟ إذن علي أن أقوم بالواجبات التي يعطيها لنا سواء الأستاذ أو أمنا في المنزل أو معلمتنا إلى غير ذلك. إذن لا أفعل، لا أفعل. العبارة الثانية، أجتهد في عملي. نعم صحيح، أفعل، علي الإجتهاد في العمل. وكما قلنا أن نأخذ النملة كخير مثال ونتعلم منها الجدة في العمل والإخلاص كذلك. إذن أفعل. إلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا
في فيديو قادم. مع السلامة. باي.